ربما تحدثنا قبل المباراة وقلنا أنه مباراة صعبة، مباراة لن تكون مباراة أهداف كثيرة، وأنه حذاري من المنتخب المصري، منتخب بدأ يستعيد شخصية مصر في البطولات القارية. ليس من السهل أن تخوض أمام منتخب مباراة من هالنوع حاسمة فيها خروج المغلوب، وفي التشكيلة الأساسية لا زال حاضر عندك محمد صلاح خط قوس قارية، عندك حجازي، عندك مجموعة من العناصر التي لعبت كأس الأمم الأفريقية وتذوقت حلاوة الإنجاز، وفي نفس الوقت أيضا مرارة الإقصاء خاصة في النسختين السابقتين، مع العلم أنهم في النسخة 2017 وصلوا للنهائي. كنت فكر واحد المقولة اللي الجمهور المصري قالوها، أنه كأس القارية بعد خروج مع جنوب أفريقيا قالوا في الجابون كنا منتخب باصي يا صلاح، وفي كأس أفريقيا 2019 في أرضهم قالوا منتخب باصي لورا. باصي لورا يعني أنهم كانوا كيعطوا لي باص المناطق ديالهم مش كيتقدموا باتجاه الخصم، وهذا اللي خلى أدائهم هزيل أمام منتخب جنوب أفريقيا. اليوم أتفق أنه البرتغال حين كان لها كريستيانو رونالدو حازت على أمم أوروبا شئنا أم أبينا، وخرج مصاب بروح كريستيانو بدعم كريستيانو بما حقق في مباريات التأهيلية وفي مباريات البطولة ككل، وصلوا للمباراة النهائية وحازوا على اللقب. اليوم صلاح كما يقول المصريين، أنا أعتقد أنه شال مصر على كتافه بكل ما تحمل الكلمة، هدف من كرة من ارتباك تمكن من التسجيل، خلق مساحات واسعة داخل مناطق جزاء المنتخب الوطني، كان يستحوذ على رقابة مشي من غير آدم مسيما، بالعكس مرات نشوفه معاه تابعوا نايف أكرد ورومان سايس وأشرف حكيمي في كثير من الأحيان، وبالتالي كان لاعب مربك، كان لاعب لديه حلول، حتى الكرة اللي انطلق فيها وأعطى باص سحري لتريزيجي، يعني بصراحة أنا كان شاهد كأي إنسان عادي عرفت أقول انسلالاته مشي غنشوفوها اليوم، غنشوفوها مع نادي ليفربول، وبالتالي يحسب لصلاح هذا الإنجاز، مع أكيد مجموعة متماسكة، لأنه لا يمكن لنجم واحد أن يصنع بطولات، ولكن على الأقل يساعد على صناعة مجد كروي. كان هناك مني واقف اليوم في الماتش، غير أنه السيناريوهات السيئة التي يمكن أن يمر منها أي منتخب يمهد لطريق الإقصاء مر منها المنتخب المصري اليوم. تحدثت قبل قليل عن الحكم، أعتقد صحيح الحكم السنغالي كان نوعا ما يعني لحسبنا شيء ثلاثة الأخطاء كانوا خصوم يتحسبوا علينا ما تحسبوش، وفي المقابل الأربعة كما قلت أنس غير مؤثرين تحسبوا لينا، غير مؤثرين بتاتا، يعني ما فيهم شرك، حتى ركلة الجزاء تردد فيها. ولكن المنتخب المصري لا نساوش أنه عانى مع السودان، عانى مع منتخبات أفريقية عادية، وبالتالي خاف بعد الهدف المبكر للمنتخب الوطني، وأنا أعرف المصريين جيدا أرادوا وكأني بهم، يعني بغاو يحبكوا واحد السيناريو أنه لا قدر الله لو خسرنا شاهدوا ماذا فعل معنا الحكم. إذا شاهدتوا بعض يعني لغة الجسد البادي لانجويج كانت حاضرة في أي قرار كياخده، وخا هناك خطأ مثلا المنتخب المغربي سليم صحيح من كولينا لأصغر حكم في العالم غادي قرر أنه هذا خطأ لمصلحة المنتخب المغربي، كانت هناك الابتسامات الصفرة كما كنقول إحنا باتجاه الحكم، كان هناك تمهيد للسيناريو، يعني كان هناك عندهم الشك في أنفسهم أنهم لن يعودوا في النتيجة، ولكن تمكنوا من العودة في النتيجة. قبل قليل قلنا معك أسامة ومعك عادل والشباب كاملين أنه عباد الله ما بغيناش دائما نمارس ردة الفعل، علينا أن نقوم بالفعل. اليوم إن صنع الفارق لنا في بداية المباراة من صنعه أشرف حكيمي، حتى هدف بوفال في المباراة الأولى كان بمغامرة بمبادرة من لاعب تمكن أنه يراوغ في منطقة الجزاء، وجات الكرة البوفال على طبق من ذهب وسجل هدف للمنتخب الوطني. ما عندناش لاعبين قادرين على أنهم يأخذوا زمام المبادرة أن يقوموا بأدوار جريئة داخل مناطق جزاء الخصم، والدليل اسمحوا لي كرة القدم 90 دقيقة، يعني الفريق نادي أو منتخب اللي عنده شخصية كيلعب 90 دقيقة ولا 120 دقيقة كيلعبها بنفس الإيقاع بإمكانه، يعتبر الدقيقة 90 كالدقيقة الأولى من المباراة، ما كاينش فرق، يعني تقنيات تنفيذ الضربات الحرة المباشرة، تقنيات المراوغات، تقنيات التمرير، تقنيات المنتخب الوطني منذ أن بدأت البطولة وهو منتخب التمريرات الضائعة، زعما وذول ما ريسبكت للخصوم الذين فزنا عليهم، ما هو تاريخ ملاوي الكروي؟ ما تقولش لي لا التاريخ لا ينفع، لا التاريخ ينفع، مصر اليوم فاز التاريخ،
مصر اليوم فازت بشخصية مصر. أنا كان فهم في كورة، أنا ما كان فهم وال. أبو تريكة كيف فهم في كورة؟ قال لهم حين تصعدون إلى الملعب مرات كوت ديفوار شاهدوا النجوم. وبالفعل من غير تشوف ديك السبع نجوم راه ماشي أمر سهل. عندنا الرجاء مثلا والوداد عندهم شخصية كيطلعوا لدوري الأبطال، كيعرفوا أنهم فرق تقليدية ماشي فرق اللي كتطلع من دور المجموعات في هذه المسابقة. هذا التاريخ كيعاون. اليوم أنت جاي، أنا كتبت تدوينة قبل قليل مع احترامي للسيد وحيد هلالوزيج، مدرب فاشل بكل ما تحمل الكلمة معنى، قد يكون نجح في مراحل سابقة ولكن مع المنتخب المغربي فاشل. اليوم من حق وأنا ربما على يقين من حق يوسف العربي يتساءل أين هو من التشكيلة، مزراوي يتساءل أين أنا من التشكيلة، بالهندا يتساءل، حتى بالهندا الكبير يتساءل أين أنا من التشكيلة، حتى جواد اليميق يتساءل أين أنا من التشكيلة الأساسية للمنتخب الوطني. اسمح لي، أنت عندك عدد كبير جدا من اللاعبين، عندك متسع منحه الكاف من التغييرات، ولكن في نفس الوقت عناصرك التي جئت بها وجدناها تعيش التيه داخل الميدان. يعني حتى من لعب معك نص ساعة ومن لعب معك ربع ساعة ومن لعب معك 10 دقائق ومن أقحمته بحال حدادي اليوم 90 دقيقة أو إلى غير ذلك، يعني نعم. كل